ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه بعد الفاصل. قبل الفاصل احنا بصوا هوريكم بس اخر بصه قبل ما اقدم لضيفتي الحلوه اللي دخلت دلوقتي. الكيك في المج بصوا طري ازاي، شايفين الجمال. هنطلع طبعا كده بما اننا متعوده على الحاجات السخنه يعني. يعني ايه واحده ليكي يا شوشو واحده ليا حياتي. ايوه فانا قفلت النار وسبتها في الصوص الشوكولاته اللي احنا عملناه من قبل اهو وهي سخنه. سلام لو في بوله ايس كريم فانيلا وبعدين فوقها الصوص الشوكولاته. يا سلام. فايه هتبقى رائع. هايله هايله اهو اهو والله. بقى انا مش عايزه اتكلم بقى، مش عايزه اتكلم عن نفسي. لا هايله هايله. انا يعني ايه، انا هسيبك انت اللي تقولي. لا هدوها حبيبتي انت نورتيني النهارده الاول. ربنا يخليكي يا حبيبتي. يعني وجودك بالنسبه لي بعد الرجوع من العيد دي حاجه اسعدتني جدا. كل سنه وانت طيبه وكل سنه وكل الناس طيبين يا رب. وانت طيبه حبيبتي. خلي بقى يا رب يكون عيدك يعني جميل. فتا قامت بالواجب. ودي هيلثي على فكره. لان هي زيت كاكاو خام. الدقيق ممكن لو حابين حطينا نسبه دقيق تقريبا ما تتعداش 3 معالق. فهي ما شاء الله يعني يعني ده هايله. انت هايله بصراحه. انا بحب حاجتك يعني لما ببقى معاكي كده احب كل الجديد اللي انت بتعمليه بصراحه يعني بحبه. تسلميلي تسلميلي. عامله ايه يا زوزو؟ انا كويسه كويسه. طمنيني بقى اخبار العيد ايه؟ اخبار العيد زي الفل الحمد لله. والناس عامله معاكوا ايه في العيد بعد ما تخنوا 5 6 كيلو كده؟ زي الفل. مبسوطين بقى، مبسوطين بالنتائج اللي هيوصلوا لها على اخر الشهر ان شاء الله. على اخر الشهر ان شاء الله. ما هو ده بقى عارفه الامل اللي الواحد يحس ان في حاجه حلوه. طبعا طبعا تهون عليه. أي ما بنقولش للناس احرموا نفسكم من حاجه يعني دي اهم حاجه. ان هو برضو فكره الحرمان دي بتخلي الناس تتضايق وتقول لك لا لا انا هاكل بقى يعني لا 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 هاجل انا هاجل يعني بص بقى هو طبق ولا حد يموت بقى وخلاص بالظبط كده. وبعدين عيد بقى وبعدين يعني تقنعنيش بقى يبقى فيه رقاق ويبقى فيه فته ويبقى فيه الحاجات دي وما ناكلش يعني صح. صعب بصراحه صح. ايوه انا عذر الناس على فكره وبقول لهم كله مفيش مشكله. وطبعا احنا عندنا الكورس اي حاجه اي حاله هتكلمني عندي الكورس اللي هقول لها لا تمام كلتي زي ما كلتي انا فيتار تمام. فيتار مجلوبل يا جماعه عليكم وعلى الكورس بتاع فيتار مجلوبل. الارقام موجوده قدام حضراتكم على الشاشه. هنزل دلوقتي الصفحتين الخاصين بيهم علشان تبقوا برضو اصدقائنا اللي لسه اول مره ينضموا للبرنامج او لسه داخلين فقرتنا. ايوه يتواصلوا معنا لان في مفاجات كتير جدا. طب قولي لهم بقى يا شهيره بعد اذنك على الصفحه بتاعتنا فيتار مجلوبل عليها. طبعا وكلنا بنرد عليها. سواء بقى على الخاص سواء على الوول بنرد. حلو قوي. بالارقام التليفونات برضو احنا بنرد عليها. اللي ما بنلحقش بيكون الرقم اوريدي متسجل عندنا بنرجع نكلمه احنا كويس. تاني كويس. لان طبعا بيبقى عندنا ضغط جامد جدا. الصفحه التانيه ايوه بالظبط كده فيتار مجلوبل. أيوة. الناس بس تتواصل معانا لان احنا من بعد العيد بقى عاملين مفاجآت وعاملين عروض علشان الناس تبقى مطمنه انها اللي تخنته في العيد هترجع تخسه تاني. وفي ناس انا برضو عايزه اتكلم بصراحه في ناس بتقول ساعات امكانياتها الماديه ما بتسمحش لما بتسال على رقم الكورس. هو انا عارفه انه مش غالي يعني بالرقم الفظيع زي في حاجات تانية منتجات ممكن تكون تخص الشعر اغلى بكتير او ميك اب اغلى بكتير. بس في ناس ظروفها الماديه ما تسمحش. بس انا بصراحه بحترم حته الخصم اللي بتعملوه. طبعا عشان كده قلت لهم يعني خدوا انتهزوا فرصه الخصومات اللي بتتعمل مش لانه بس تقريبا كدا. هو خلاص نزل لك يعني 50-60% من القيمه اذا الحمد لله الشحن بيبقى مجاني. والشحن مجاني والشحن في اي مكان يعني لحد بيتك يعني بقى. يعني مش هقول لك مثلا مندوب هيقول لك في الميدان في مش عارفه ايه عند السوبر ماركت كده يعني لا لحد باب البيت الشحن موجود لحد باب البيت مجانا. معانا النهارده لحد الساعه 12 بالليل الشحن مجانا. هو ده احترام العملاء بقى. مش بس كده بقى يا زوزو كمان اللي هيخلص الكورس حلو وهيجي لسه فاضل له شويه وزن لسه ما نزلش الوزن اللي بنفس السعر اللي اشتراه بيه في المره الاولانيه يعني لما قايد ايوه يعني بنفس السعر اللي هو اشتراه في المره اللي قبل السابق للكورس بالظبط كده الاول تمام. فاحنا برضو خلي بالك احنا مش حابين ان احنا نعمل لود مادي على الناس لانه احنا غرضنا كتير ممكن تيجي على نفسها بالظبط. انا حرام وتقول انا مش مهم بس المهم اجيب حاجات للبيت اولى للولاد اولى للمش عارف ايه. فانا برضو عايزه اراعي قوي الناس دي. لا احنا الحمد لله برضو يعني وعلى فكره احنا عندنا منتجات كتير وتخص كل الفئات. حلو ده. يعني مش بس يعني الموضوع مش منتج غالي وبس لا انا عندي برضو اللي يناسب الفئات اللي هي قدراتها الماديه اللي مش يعني مش هتقدر
تدفع فلوسها كتير، وفي نفس الوقت ما ياثرش على المضمون بتاع الكورس، يعني هو نفس الاداء. بصي ما فيش حد، عشان كده احنا بنتكلم مع الناس. يعني عشان كده لما الناس تتصل بينا انا بقعد ارغي معاه، برغي معاه في كل حاجه، في طريقه حياته، في عيشته، في دنيته. والناس من خلال الراحه النفسيه اللي بتتكلم بيها معانا بصراحه، والصراحه اللي بيبقوا فيها، هي بتعرفني كل حاجه عن حياتها، فانا بقدر احدد لها الكورس المناسب ليها والكورس اللي هيجيب نتيجه معاها، وفي نفس الوقت اللي يناسبها ماديا واللي يناسب حالتها الصحيه. وانا اهم حاجه بالنسبه لي بصراحه، يعني بغض النظر، هي الحاله الصحيه ان انت تفيديها طبعا. وفي نفس الوقت عايزه اقول لك على حاجه يا زوزو برضو. النهارده انا لو تعبانه او عيانه يعني لا قدر الله مثلا عيا خطير تمام، وهروح لدكتور والدكتور كتب لي على دواء والدواء ملوش بديل والدواء غالي، هجيبه هجيبه عشان صحتي طبعا. لازم اتعامل مع السمنه بنفس الطريقه، يعني مش اقول خلاص انا تخينه مش مشكله، انا هاجي على نفسي مش هقدر اجيب، مش هقدر اشتري، مش هقدر ما انت هتدخلي هتتعب وهتبقى المشكله انها تلزمها تنزل وهتبقى اغلى واكتر وتصرف مصاريف كده. اكتر بالظبط كده، وهندخل في مصاريف اكتر. فاحنا نتعامل مع السمنه زيها زي اي مرض بيحصل للجسم. احنا مش بنحاول نوضح للناس ان انت مريضه، احنا انا بقول لها انت وزنك زايد، ده مش مرض، طالما ليه حل وطالما ليه علاج وطالما احنا نقدر عليه فايتس اوكي بالنسبه لنا، ما فيش مشكله خالص، استمري معايا. حلو كده او كده، ما فيش حاجه بالساهل، وكده او كده ما بقاش في حاجه النهارده بقت ببلاش. بس انا بقدر اوفر لك الامكانيه، عشان كده انا بقول لك اللي هيشتري معايا الكورس ولسه قدامه في وزنه هياخد التاني بنفس السعر الاولاني. عندنا كل الكورسات اللي تناسب كل الفئات وكل الحالات الصحيه وكل الاعمار. خليني اكد برضو عليكي في حاجه معاكي او معاكي للمشاهدين طبعا، ان هم لما يطلبوا الكورس من خلالكم لازم يقولوا يلتزموا بالارقام اللي موجوده على شنط الكورس طبعا اللي حضراتكم بتوصل لكم، علشان ده بيوفر عليكم انتوا يعني كفريق عمل، تقدروا تتواصلوا معاهم وتقولوا لها بسرعه تاخد. ما ينفعش اخد كورس يكون مش مناسب ليا بشكل، لا طبعا اعامله معامله الكورس او لازم نقول بس الاختلاف طبعا. عشان طبعا الناس واحيانا عايزه اقول لك، انا احيانا مثلا الحاله بتبقى مطالب ان انا اديها اتنين كورس لانه احنا عندنا طبعا الكورس بيبقى حوارق، في كورسات حوارق بس تحرق بس دهون، في كورسات تسد شهيه، في كورس للاثنين. انا بيبقى عندي ناس حالات مثلا تيجي تقول لي انا ما بقدرش امنع نفسي من الاكل، انا جعانه طول الوقت وفي نفس الوقت حرقها ضعيف جدا لاسباب كتيره، مثلا عندها مشكله في الغده، ما بتتحركش، ما بتقدرش تمشي. طبعا بيواجهنا ده اكتر في الناس كبار السن طبعا، لان بيبقى عندهم مشاكل بقى روماتويد وعندهم مشاكل في انزلاق غضروفي، عندها حاجه في العظم بتاع، فبتقول لك انا ما بقدرش ما بتحركش، انا قاعده ما بتحركش. دي ببقى لازم يعني اركز معاها على كورس يبقى فيه سد شهيه ويبقى فيه حارق للدهون، ده لازم يساعدها. لنفترض انها نزلت معايا وزنها، نزل معايا شويه وخلص الكورس، وانا مطالب مني ان انا هشتغل بقى على حاجه تانية لجسمها. تمام. بديها كورس التاني بنفس السعر الاولاني علشان هي ما تحسش بلود مادي برضو عليها، لان ده اللي يهمني. ولازم تكمل. بالظبط، ولازم تكمل. انا كل اللي يهمني صحتها، وكل اللي يهمني ان هي تبقى راضيه عن نفسها، وكل اللي يهمني انها مش بس اشترت مني علشان خاطر انا ببيع منتج، لا انا كمان يعني اهم حاجه بالنسبه لي ان هي توصل للنتيجه اللي انت عايزاها. الناس توصل للنتيجه عشان تبقى في دايما ثقه. وطول الوقت طبعا الناس لما هتقول انه احنا الشركه بتاعتنا، كل حد بيجرب بيقول بالظبط كده، الناس الحقيقه واحنا الحمد لله يعني الحمد لله يعني واخدين قاعده تمام، يعني الحمد لله عملت كده شويه حاجات زي شارلوك هولمز كده وسالت وشفت حركات. اصل برضه انت عارفه الواحد بيبقى ايه يعني وضعه، بيبقى لازم لما تتكلمي عن حد عارفه بيقول انا ما اقدرش اتوسط لحد اللي اذا كنت ضمناه قوي. طبعا يعني انا لو وهيخذلني انا لا ممكن مش هقدر ارشحهوش، بس ممكن ارشح حد تاني احس انه كفء المسؤوليه لانه هيتقال ده من اول حاجه. هو بصي هقول لك على حاجه، هو دي الامانه. ما هو انا النهارده لو بعت لك كورس وما جابش معاكي نتيجه او عمل لك مشاكل هتعملي ايه؟ ما هو انت هتروحي تقولي لا على فكره انا جربت انا ما عمليش حاجه. بس الحمد لله. وخلينا برضو نقول يعني ان دي حالات يعني ما حصلتش. بالظبط ما حصلتش. واذا افترضنا واحد في المليون انها حصلت، فما ينفعش ان انا اقيس عليها طبعا لكل الناس، ده ممكن يكون ليه ظروف فعلا صحية ما حصلتش معينه، فعلا ما حصلتش. عشان كده احنا بناكد جدا لازم الجماعه نتواصل مع خبير التغذيه، لازم نقول له كل حاجه بصراحه، لازم اقول حياتي كلها بصراحه مع خبير التغذية.
التغذيه، وطولي ووزني، وزني، حالتي الصحيه، بتعالج من ايه، جربت قبل كده منتجات ولا لا، ولا لا. مش بس كده بقى، انا مناطق الدهون عندي فين، فين متراكمه، وراثيه، فيها يعني كل تاريخك لازم انا اعرفه. بس مش بس كده، بتشتغلي ايه ولا قاعده في البيت، نوع الوظيفه طبعا طبعا طبعا، انت بتشتغلي، بتتحركي ازاي، هل انت ام وعندك اطفال صغيرين، ولا ام وكبروا، ولا انت انسه لسه، ولا انت بتشتغلي، ولا قاعده في البيت، ولا بتروحي الجامعه، كل ده بيفرق معايا في تحديد الكورس اللي انا هكتبه لك، لان كل حاله وليها الكورس بتاعها. علشان كده احنا دايما بناكد انه ما ينفعش مثلا اللي زوزو بتاخده شهيره هتاخده، لا طبعا استحاله، لان حالتك غير حالتي وطريقتك غير طريقتي، حتى لو باين من الظاهر بان انت تراكم الدهون عندك زيه، او قريبين في الشكل او في الجسم او بالظبط كده، حتى لو كده لا، انت برضو ليكي كورس مختلف عن الكورس بتاعي. صح. لان طبيعه حياتك غير طبيعه حياتي. صح. السن مختلف. لانه السن طبعا احنا عارفين مبدئيا السن طول ما كل ما هو كان صغير على فكره بيساعدنا اكتر، الحرق بيبقى احسن، لانه الحرق بيبقى اعلى بكتير. احنا عارفين كويس قوي ان احنا من بعد ال 35 عموما رجاله او ستات بتفقد قدرتها على حرق 50 سعر حراري كل سنه. فانت اي حاجه بتيجي تاكليها بتبقى عامله، لازم تعملي حسابك ان انت في 50 سعر حراري ده مش هيتحرق. فانا لازم اديكي الكورس المناسب لسنك. عشان كده انا بقول لك السن، لان عندي منتجات كتير، كل سن هيفرق معايا. بقى سن عدى 35 لا، محتاجه، انت محتاجه كورس حاجه فيها كم حارق دهون اكبر بكتير من اللي هديها مثلا لل 18 سنه او لل 20 سنه. اوكي، دي مختلفه عندي. الحاله الصحيه مهمه جدا، هل انت عندك ايه؟ عندك قلب، عندك كوليسترول، عندك انزيمات كبد عاليه، عندك غده درقيه، دي بتفرق معايا جدا في تحديد برضو نوع الكورس اللي هديه. لكن تحديد كل الحالات الصحيه اللي اتكلمتي عنها ده متاح ليها الكورس؟ طبعا عندي كورس مخصوص للحالات اللي زي دي. كويس. خصوصا لو هي ملتزمة وبتستشير طبيبها طول الوقت. يعني هي ملتزمة بأدويتها، هي ماشية حالتها الصحية، مش بقى زي ما هي ما حصلش أي تغيير غير إنها بس بتضيف الكورس. بالظبط كده. لا، هيبقى الكورس وهيساعدها على فكرة، وهتلاحظ بفرق شاسع في حالتها الصحية جدا. أحسن. طبعا، لانه خلي بالك معظم الامراض اللي انا اتكلمت عنها دي اساسا سببها السمنه والدهون في الجسم. فانا طالما انا قدرت اسيطر على حجم الدهون اللي في جسمها، وقدرت احاربها، وقدرت احرقها، هي حالتها الصحيه هتتحسن مع الوقت. كويس. فعلشان كده احنا بنقول دايما، بناكد يا جماعه تواصلوا معانا، ما تقلقوش خالص. المتابعه بقى بعد ما ياخد الكورس كبير جدا. طبعا بعد، طبعا احنا بنتابع كل اسبوع، ده لازم العميل لازم يتصل مره. لا، مش لازم يتصل، مش انا لازم. كمان بتابعه. انت بتتابعيه؟ طبعا بتابعه، بتابعه واتساب، بتابعه تليفون، او وات ايفر الوسيله المريحه بالنسبه له. بتتفقوا عليها المهم يعني؟ طبعا. كويس. مش بس هو اللي يتصل بيا، لا، انا لازم اتابعه، لازم اعرف هو وصل لايه، مش اشترى وخلاص وانا تمام فرحت بالشراء، لا طبعا انا لازم اوصل لنتيجه معاه، ده يهمني. طب قول لنا بالنسبه للاطفال اللي من سن كام؟ انا بفضل الاطفال من سن 16 سنه. 16؟ ما بحبش قبل كده بصراحه يعني. ولو ان في حالات كانت بتجي لنا قبل كده بتبقى يعني حالات بتبقى سمنه وصلت، محتاجين خلاص لازم تلحقي. بتدخل معاهم بكورس مناسب ليهم ولسنهم ولحالتهم المرضيه. بيبقى بيجيب نتيجه على فكره سريعه جدا، الاطفال طول الوقت بيحرقوا. فبيجيب معايا نتيجه سريعه، لانه احنا المنتج عندي، انا عندي حاجه اسمها نبات الجارسينيا. نبات الجارسينيا ده عباره عن الياف، ده نبات عشبي مليان الياف. بيسد الشهيه جدا، وبيعلي بيعمل ايه بالظبط يا زوزو؟ بيتحكم في، احنا عندنا حاجه اسمها انزيم الالياز. ايه انزيم الالياز ده؟ انزيم الالياز ده هو المتخصص في تخزين الدهون في الجسم. نبات الجارسينيا ده بيحارب الانزيم ده، بيسيطر عليه. حلو. فبالتالي بيشتغل طبيعي، انا مهما اكلت بيوازي افرازه. فهمت. فبالتالي ما بيخزنش دهون كتير. حلو. بياخد الدهون المناسبه للجسم، اما الزياده بيروح. حلو قوي الكلام ده. بالظبط كده. فاحنا علشان كده انا الاطفال عندي اسرع طبعا، لانه حركتهم برضو اعلى. عندهم اعلى بكتير، حتى لو قاعد في البيت هو طول الوقت بيتحرك، طول الوقت بيفكر، طول الوقت. صح. بيعمل، فهو عنده الحرق عنده شغال عالي حبيبي. فالكورس بتاعه لا موجود ومناسب، بس انا بفضل من ال 16 سنه. حلو الكلام ده. طب قولنا بقى لسيدات الحوامل وكده. سيدات الحوامل، طبعا الحوامل احنا ما بفضلش ابدا مع الحامل ان انا اديها كورسات للتخسيس. بصراحه وانا في دي امينه جدا في الموضوع، لان انت حامل
حاولي تسيطري على شهيتك، حاولي تمشي على نظام اكل مناسب. مش معنى ان انت حامل يعني معنى كده ان انا هاكل طبقين رز عشان طبق ليا وطبق للبيبي، لا طبعا. هو طبق واحد على فكره هو كده كده بياكل مني، هو حتى لو انا ما اكلتش خالص. الناس مش بفاهمه كده، هو اوريدي كل المخزون بتاعي، انا خلاص انا حامل عندي 23 سنه او 24 سنه او وات ايفر السن اللي انا واصله له، ما انا اوريدي خلاص اتبنيت صح. فالبيبي بياخد كل اللي اتبنى، انت بتاكلي عشانك عشان نفسك طبعا، عشان صحتك انت ما تتعبش فيما بعد عضلك كده. بقى اما بالنسبه بقى بعد الولاده، احنا بنبدا نتدخل من بعد 6 شهور من الولاده، ببدا اتدخل بكورسات مخصوصه للسيده اللي بترضع، لانه اوريدي احنا بعد 6 شهور ده احنا خلاص البيبي يعني بيبدا يدخل له حاجات ثانيه. وفي نفس الوقت انا بديها الكورس المناسب اللي مليان فيتامينز اللي هيغذي برده البيبي، لان هي لسه بترضع فهيغذيه برده. انا يعني برده بركز قوي بانه في بيبي بياكل منك، فانا بديكي الكورس المناسب ليكي، هيخفف نسبه الدهون من جسمك، هيحرق نسبه دهون عاليه، وفي نفس الوقت هيزودك بفيتامينز تقدر توصل عن طريق اللبن للبيبي. نفس الوقت اللي بترضع بقى، اللي بترضع دي زوزو برضو عندهم في المشكله، كولي كتير عشان اللبن يزيد. يا جماعه السوائل هي اللي بتزود اللبن مش الاكل. اشربي مانجا، قلت لهم لا يمكن خالص استحاله يعني. انا اشرب المانجا من اطير الكلام من ناحيه ثانيه، انا مش هقدر. ايوه الاملاح، طيب لا احنا نشرب سوائل على قد ما نقدر، عصاير فريش على قد ما نقدر، يعني الميه كتير جدا، الحاجات الخفيفه الحلوه دي بتضر اللبن طبعًا وتبقى طبعًا هي اللي بتضر اكتر من الاكل. الاكل مش هيفيدك بحاجه كبيره على فكره، مش هيديكي كتير، هو هيزود وزنك. لا والسوائل وبعدها النوم شويه طبعا، الراحه مهمه جدا، النوم عشان تقدر يبقى عندها عشان تقدر بس الحوامل من بعد 6 شهور خلاص ليها الكورس المناسب ليها اللي هيعزز جسمها بفيتامينز، هتوصل للبيبي كمان مش هتضره نهائي. دي ده كان دي كان من اوائل الحاجات، لان معظم الناس اللي بتجي لنا برده خلي بالك بتبقى والده وتخنت ومضايقه وبتقول لك انا تخنت قوي وانا مش عارفه اسيطر على شهيتي ومش عارفه يعني صح. اعمل ده بيحصل ايه فعلا، وبتضايق جدا وجوزها هيبقى يبدا يتضايق منها، انا ما خدتك كيش كده، انت كنتيش كده، انت عارفه انت الجو ده تقول العز انت السبب مش انا بالظبط. ايوه كده، فطبعا لا بنديهم الكورس المناسب ليهم. ده يعني دول من اوائل الناس اللي احنا بدانا بقى الكورس، نعرف الناس بقى اصدقائنا اللي لسه مش عارفين الكورس عباره عن ايه. الكورس بتاعنا هو الكبسولات والنقط والاعشاب، دول الكورس الاساسي اللي احنا بنمشي عليه تماما. حلو. الكورس ده بينزل في الوزن من 10 لـ15 كيلو على حسب طبعا انت استجابه جسمك ليا، وفي نفس الوقت انت التزامك معايا. حلو جدا، ده مهم جدا. حلو. انا احب دايما اكد على الناس كده، كل ما هتلتزمي كل ما الوزن هينزل سريعا. حلو. بصحه، ده اهم برضو حاجه بالنسبه لنا، يعني ما تبقاش تعبانه. منتجاتنا منتجات عشبيه، منتجاتنا منتجات طبيعيه امنه جدا. حلو. بالعكس معززه بفيتامينز ضد سقوط الشعر وضد شحوب الوش وضد التجاعيد وضد الحاجات دي. حلو. بندي النهارده انا معايا اوفر الناس مش هتعرفوا مني، هتعرفوا لما تتصل. أوكي. لان كل حاله هيبقى لها الهديه بتاعتها اللي تناسب حالتها برضو فوق الكورس بتاعها. اوكي، لكن ليهم هديه فوق الكورس اللي اتكلمنا عنه طبعا. طب ايه بقى؟ قول لنا احنا في عندنا عاملين لنا ايه مفاجاه غير الهديه؟ ال 60% 60% خاص، الشحن مجانا ل 12 بالليل النهارده، والشحن مجانا لحد الساعه 12 بالليل. اللي هيتابع بالكورس وهيخس ولسه محتاج كورس تاني هياخده بنفس السعر الكورس الاولاني بنفس الخصم يا جماعه. بالظبط، فما تقلقوش هتكمله ان شاء الله باذن الله. الى جانب الهديه اللي هياخدها كل حاله خاصه بيها. حلو يعني قوي. كل حاله هيبقى لها هديه، يعني ممكن الحاله دي تستدعي حرق زياده، تاخد نقط زياده، هتاخد نقط زياده. فهمت. تستدعي مثلا ازابه دهون زياده، هتاخد اعشاب زياده. فهمت. عندها ستريتش ماركس، هتاخد كريم للستريتش ماركس. حلو يعني قوي. كل حاله هتاخد الحاجه المناسبه ليها. انا طبعا سعيده جدا. خلينا ناكد اخر مره على الفيس، فيتارم جلوبال، من فضلكم خشوا شوفوا الصفحه، ليهم صفحتين، تواصلوا معاهم، وكمان الارقام هتنزل دلوقتي على الشاشه، التليفونات فضلكم اتصلوا، خدوا الخصم 60%، خدوا الشحن مجانا لحد الساعه 12 بالليل، وليكم طبعا مفاجاه هتعرفوها لما تتصلوا. زي ما قالت شهيره حبيبه قلبي نورتيني وشرفتيني، نورك يا حبيبتي، سعيده جدا يا روح قلبي، تسلمي. مبسوطه جدا، واتمنى يا رب كل اصدقائنا اللي بياخدوا الكورس
كلمونا وابعتوا لنا بقى الصور قبل وبعد اذا انتم حابين. مش عارفه ان الموضوع ساعات بيضايق بعض الناس، قبل ده بيضايق ساعات الناس، لكن مفيش مشكله، قولوا لنا حتى وكلمونا، تواصلوا معانا، ده بيفرق معانا جدا والله. واتمنى رب الحلقه النهارده تكون خفيفه على قلوب حضراتكم. النهارده عملت كيكه المج حاجه سريعه، وعملنا الكوكيز البسيطه اللطيفه دي، ونورتني النهارده حبيبتي خبيره التغذيه شهيره ابو سيف، وبشكرها شكرا جزيلا. ميرسي شهيره حبيبتي، قلبي تستنيكي. ايه بقى دلعك ايه في البيت؟ شوشو شوشو، اوكي يعني ما غلطتش. طيب وبشكرها جدا، واتمنى من الله اشوف حضراتكم على الف خير وصحه وسلامه وسعاده، وسلام عليكم.